السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهور نار الطيرة ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عادي وعن إرامي. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. محكمات فما يبطين من شبهي لذي شقاق ولا يبغين من حكمي. ما حوربت قط لا عاد من حربي. أعد الأعادي إلي ها ملقي السلم. ردت بلاغتها دعوى معارضها. رد الغيور يدا الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظافرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلوها خيفة من حرد نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. لا تعجب لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله.